السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عندك بحث وعايز تنشره في مجلة موثوق فيها، فالصفحة دي بتعمل لك سيرش. ممكن تعمل سيرش من خلال ان انت تكتب بعض الكلمات او الابستراكت، الملخص بتاع البحث بتاعك، وهو يقول لك ايه المجلات اللي بتنشر ابحاث في النقطة دي. فانت ممكن تقول له انا عايز من خلال الابستراكت او السكوب او جورنال تايتل، وتقول له فايند جورنال، فيبدأ يجيب لك افضل المجلات اللي ممكن تنشر فيها، وبيقول لك بقى الامباكت فاكتور قد ايه وهكذا، فيبدأ يجيب لك ملخص للمجلات وتقييم للمجلات. فهو هنا مثلا نصحني ان انا انشر في ديفلوبمنت ان ذا بيلت انفايرمنت، وقال لي الامباكت فاكتور بتاعها قد ايه والحاجات دي كلها، تمام. فدي بوفر عليها وقت بدل ما ابعت لمجلات كتيره ولا اللي يرد. هنا برضو قال لي في كذا مجله اهوت، لما خليت بيلدينج انفورميشن مانجمنت، قال لي كلايمت ريسك مانجمنت، في اوتوميشن ان كونستراكشن، وفي ديفلوبمنت ان ذا بيلت انفايرمنت. وما دول فعلا اكتر 3 حاجات ممكن الواحد ينشر فيهم في مجال البيم وهكذا. ايا كان المجال بتاعك اكتب هنا وقول له فايند جورنال، فيبدا يقترح عليك المجلات ويبدا يديك التقييم بتاعها، بحيث ان انت تقدر تاخد المعلومات او تقدر تعرف انهي جورنال اللي ممتازه ليك، وتقدر تبعت سبميت بيبر او تقول له انا عايز اشوف الجورنال بيج ديت.